تريلا بالعربي. كتاب دروز بلغراد. حازت هذه الرواية على الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2012 في دورتها الخامسة، وهي تقص حكاية معتقلين في سجون الدولة العثمانية. وتتناول هذه الرواية قصة بائع البيض المسيحي الذي اقتيد خطأً مع مئات الدروز إلى السجون العثمانية لتبدأ رحلة معاناة مات خلالها معظم السجناء في تخوم بلاد البلغار والصرب. وقد تفنن المؤلف في الموازاة بين حكايتين، الأولى عن المعتقلين والثانية عن زوجة بائع البيض التي بقيت تنتظر عودته ليقينها أنه لم يمت. كما أبدع المؤلف في تصوير هشاشة الوضع الإنساني مع تركه هامشاً صغيراً من حين لآخر لضمير القارئ وخياله، كي يدفعه إلى البحث في تاريخ لبنان والثراء العرقي لمجتمعه. صدر هذا الكتاب عام 2011 ويحمل تبويباً لعدة فصول، منها شفاعة في القشلاق، قلعة بلغراد، قصف بلغراد، بائع البيض، العجوز والأحصنة. كتاب دروز بلغراد من تأليف ربيع جابر. إذا كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنسى الاشتراك في قناتنا كي نكون على تواصل. بوك تريلا بالعربي، منصة لكتابي.